قصة هذه الفتاة أثرت فيه كثيرا، لأن كانت حولت للمشفى الأوروبي، لأن في عناية مركزة في المشفى الأم والطفل، ليست في عناية مركزة. فقالوا لي إن دخلت بنت عندها 24 سنة في حملها الثاني وعندها سكري، فدخلت في مضاعفات السكري، لأن ليس لها أنسولين، لم تجد الأنسولين، فطلع نسبة السكر فقط 6 غرام في الليتر أو 7 غرام. فصارت دخلت لقيتها في غيبوبة، كنا غادي نعملوا لها قيصرية، ومن حسن حظها بين قوسين رجعت ساعة من بعد قالوا لي إنها ولدت جنين ميت، بنت يعني أعطيتها الأم ديالها وهي ولكن في غيبوبة. فاستبشرنا خيرا أن بالولادة غادي يمكن تحسن، السكر بدأت ينزل، ولكن كاين مشكلة كبيرة عندنا في التتبع ديالها، لم يكن عندهم وسائل باش يتبعوا، ولو أن عطاوها الأنسولين يعني بطريقة جيدة، وكيف ضلوا ما يديروا ما ينببوش، دونك ما يعملوش لها التنفس الصناعي من الأول، خلاو حتى الأخر، بعد يمكن تأخروا، يمكن مشكل ديال المخبر أن حالتها تضاعفت. وفي الصباح لما سألت عنها قالوا لي لقد استشهدت. فهذا يعني ألمني كثيرا، لأن فقد ألمتني يعني الجنين الذي توفى. فلما توفى الأم وتترك طفل عنده 3 سنوات وأب مكلوم، يعني هذا الضياع ضياع. لاش؟ لأن الأنسولين ليس موجود، لأن ليس هناك كهرباء، ولو حتى كانت الكهرباء فالأنسولين يضيع من غير ثلاجة. وهذه حالة كثير 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 من الناس مع الأسف.